ندرة الأعلاف وارتفاع أسعارها واقع مرير يكابده الموالون بولاية البيض منذ عقود، انتظروا أن يتغير بعد حبس العصابة وإجراءات محاربة الفساد، غير أن العكس هو الذي وقع. نستبشرنا خير لما كانوا يقولوا نسمعوا في التلفزيون قال العصابة وكذا من هي، بصح احنا رانا مقبولين أكثر من اللي كانت العصابة. كانوا يجيبوا لنا الفارينة نشروها ب 200 210، اليوم راها ب 350، لحقت حتى 370 ألف وما كانش. الزويرها تموت بالشر. ارتفاع غير مسبوق لاسعار العلف واستشراء لمظاهر المضاربه والندره. بات ربي الخرفه ما تلحقش فيه. لا بات تشريه وتعاود فيه سيمانه راه عليك في العلف، تسدها عام ما تلحقش، تسدها شهرين ما تلحقش. كي دير انت هذه العلف ما بابكم اطلبوا من السلطه يعاونونا في العلف هاي. العلف حدا يدير 400 قل 30 330، وين يمشي الموال هذا هو وين يروح؟ وين يمشي يرحم بوك؟ ما نجمناش ضربك. الشاري دوك اللي يشري منك يقول لك اودي راه عندي، يلقى لك علاش يركز لك؟ يقول لك اودي راه عندي العلف، ما نجمش انا مثلا نشري ب 400 350. احنا ماذا بينا الدوله تشوف في الموال هذا، هم هناك تشوف فيهم مساكرهم يعانوا مع الجفاف مع كذا مع الكفام. بين الخطاب والواقع يقبع المواطن حائرا يقاسي اصناف المرار لتدبير خبز يومه.